جاهزين؟ جاهزين. ممتاز. التوقيت على الشاشة. وليد ببتدي معك. بدأ العد العكسي. من دخل بلا عزيمة طلع بلا معر حشيمة. أخوك من معر خواك. كل من دق طبلة قال أنا معر قبله. كلمة كاع تعني القوي أم الضعيف والجبان؟ القوي. غلط، الضعيف والجبان. العلجوم هو ذكر العنكبوت أم الضفدع؟ ذكر العنكبوت. غلط، الضفدع. في أي دولة خليجية أقيمت دورة كأس الخليج الثامنة؟ القطر. بحرين. ما اسم الملكة التي أسلمت على يد سيدنا سليمان عليه بلقيس. السلام؟ بلقيس ملكة السبا. ما كانت مهنة النبي إبراهيم؟ ما أعرف. تاجر أقمشة. من الذي يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للأسف وقف الوقت عندك سعود، ما لحقت تنقل السؤال. الجواب كان ثابت بن قيس. نشوفك في الشق الثاني من البرنامج، لك فرصة ثانية، تفضل. نبتدي الجولة الثانية ونشوف من بعدين بيدخل معاي بيكون في التصفية النهائية. جاهزين؟ جاهزين. ممتاز. توقيت على الشاشة. وليد معاك. بدأ العدل العكسي. عن فتح أي مدينة تتحدث سورة النصر في القرآن الكريم؟ مكة المكرمة. صح. نجم مصري كان دوبليرا للنجم العالمي روبرت تايلر في فيلم وادي الملوك. معك رشدي أباظة. أكمل هذا القول. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين معك الحفر. ممثل عالمي من أصل عربي لعب دور لورنس أوف أريبيا. معك عمر الشريف. أي دولة خليجية كان حاكمها المنذر بن ساوى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البحرين. صح. ما هي جنسية فرقة يوتو لموسيقى الروك، أيرلندية أم فنلندية؟ أيرلندية. صح. ما هي جنسية مغنية الموسيقى الشعبية نيلي فورتادو، كندية أم سويسرية؟ سويسرية. غلط. السميدع هو من أسماء. للأسف وقف عليك الوقت وليد، انتهى الوقت عليك، معناته أنت اللي بتتركنا في هالجولة، لكن ليه حين عندك فرصة ثانية في الشق الثاني من البرنامج، نشوفك بعدين.